أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. درجات حرارة مرتفعة، طقس حار خاصة نهار اليوم مع المناطق الوسطى وكذلك الشرقية، حتى خلال يوم الغد على الواجهة الساحلية الشرقية على كل من جنوب ولاية بجاية، جنوب ولاية جيجل، كذلك ولاية سكيكدا، حتى على ولاية الطرف وأيضا ولاية أقول عنابة. فيما يخص حالة السماء خلال يوم الغد، ننتظر نسبة رطوبة عالية خلال صبيحة الغد على الواجهة الساحلية الوسطى وكذلك الغربية، لتصبح الأجواء مغشات، لكن سحب ركامية رعدية مطرة مرفوقة بحبات من البرد إن شاء الله خلال أمسية الغد. أجواء رعدية ستخص شمال الصحراء، الصحراء الوسطى، مرتفعة الهجار وتصل إلى غاية أقصى الجنوب. ننتظر خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد مقاييس ما بين 24 درجة إلى غاية 27 درجة الواجهة الشمالية، على السواحل وحتى المرتفعات والهضاب 29 درجة لولاية بشار، نفس المقياس على إليزي وبرج باجي مختار، ترتفع لغاية 32 درجة على الصحراء الوسطى. أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى دائما في ارتفاع، موجة حار، تنبيه من المستوى الثاني، سري المفعول على المناطق الساحلية الشرقية، مقاييس ما بين 40 إلى غاية 42 درجة، ستعرف تراجع على الواجهة الوسطى لتصل غاية 34 درجة على العاصمة، بومرداس وتيزي وزو نفس المقياس على باتنا، المشيرين عامة والبيض 36 درجة على التمنرة، سترتفع طقس حار سيخص الصحراء الوسطى على كل من أدرار، تميمون، كذلك رجان، إن صلح درجات الحرارة تقارب 46 درجة تحت الظل. أما البحر خلال يوم الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر جميل هادئ على الواجهة الساحلية الغربية، سباحة مسموحة لكن بحر قليل اضطراب على السواحل الوسطى، رياح ضعيفة متغيرة الاتجاهات، بينما بحر قليل اضطراب إلى مضطربة أواخر النهار، حتى الرياح ستشتد ضمن التيارات غربية تماما تصل لغاية 50 كم في الساعة، وهذا على السواحل الشرقية.